أعلن سعادة الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة عن الخدمات الخمس التي استحدثتها الإدارة، والخاصة بتطبيق القرار رقم 89 لسنة 2016 بشأن تحديد الضوابط والإجراءات اللازمة بتعديل أحكام قانون الجنسية البحرينية، والخاصة بتنظيم عملية ازدواج الجنسية. هذا وأكد سعادة الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة أن مملكة البحرين تعتبر من الدول السباقة في المنطقة بتنظيمها لهذه العملية، حيث ضمنت تشريعاتها مواد تنسق مع معظم التشريعات والقوانين العالمية المنظمة لهذه العملية. وقال إن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تسعى من خلال المنظومة التشريعية إلى تعديل أحكام قانون الجنسية البحرينية، حيث صدر القانون رقم 21 لسنة 2004، نظمه لاحقا القرار الوزاري رقم 89 لسنة 2016 الذي حدد الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في ذات القرار. من جانبه كشف المقدم يوسف أحمد إبراهيم رئيس شعبة التنفيذ والمتابعة عن الخدمات الخمس التي استحدثتها الإدارة، وهي طلب استرداد الجنسية الأصلية، وطلب إذن الاحتفاظ بالجنسية الأجنبية، وطلب التنازل عن الجنسية الأجنبية، وطلب الإذن بالتجنس بالجنسية الأجنبية، وأخيرا طلب التنازل عن الجنسية البحرينية.